اليوم جينا نناضلو، ما جيناش نحتفلوا لان الاحتفال كان يوم 3 دجنبر واليوم 4 دجنبر. جينا اليوم باش يوصل الصوت ديال الشخص في وضعيه اعاقه، لاننا ما بقيناش قادرين نكذبوا على روسنا ونكذبوا على المعاقين. هذوك الناس اللي كيصوروا واحد الصوره جميله على الشخص المعاق بانه راه كيستافد وكيديروا ليه. حنا كمناضلين تنسيقيه السلام الوطنيه دائما نناشد المسؤولين باش يفرجوا على البطاقه الوطنيه ويفرجوا على الشهريه ويفرجوا على المجانيه ديال المواصلات. واش المعاق اللي باقي تيطلع للطوبيس وكيقولوا ليه خلص؟ واش المعاق اللي باقي كيطلع للترام وكيبهدلوه وكيقولوا ليه خلص؟ حنا الحمد لله كتنسيقيه السلام الوطنيه ناضلنا من اجل المجانيه ديال المواصلات، ولكن المسؤولين ما حطوهاش على ارض الواقع، ما طبقوهاش قانونيا ويقولوا لهم خص المعاقين يطلعوا بكرامه. مازال كنطلعوا في الطوبيس بطابع احساني، وهذا كنرفضوه رفضا باتا. سنظل نناضل لاننا جزء من التغيير. الا ما كانش المعاق جات هو اليوم 3 دجنبر واحتفل وقال لهم باننا الحمد لله الدوله ما خصات لينا حتى حاجه، فهذا هو الشرف اللي كنبغيو. بغينا نهار نجيو نوقفوا لهذ الساحه، نجيو بالورود ونجيو باستقبال ديال الولاد وديال العمال وديال المسؤولين باننا جينا باش نحتفلوا، ما جيناش باش نناضلوا. ولكن مع كامل الاسف ازيد من 10 سنوات او 12 سنه وحنا كنناضلوا، والملف المطلبي اللي كنطالبوا به ابسط الاشياء وهي البطاقه باش يفرجوا عليها في البرلمان ديال الشخص المعاق واحلى في هذه الدوله. وبالله عليك عاده كنشوفوا حكومه كتعطي للمعاق 300 درهم للطفل للطفل، والطفل كيخسر 3000 درهم شهريا، وما بالك الناس الكبار. هذا المعاق اللي ما ذكروهش كاع، مازال الحكومه قالت لك 300 درهم للطفل. وبالله عليك المعاق اللي طفل وعنده ليكوش، عنده ترويد، عنده عده صعوبات، عنده الادويه، وبالله عليك واش 300 درهم اشنو غادي توفر لهذا الطفل اللي في وضعيه اعاقه؟ فنتمنى من الميساج يوصل للغيورين ديال هذه البلاد، لاننا باقيين كنتلمسوا بان هناك مسؤولين غيورين. زيد على ذلك بغينا نوصلوا ميساج للوالي جهه الدار البيضاء سطات، لان العديد من العمال والعديد من القياد راه ما كيعطيوش الاولويه للمعاقين، راه كيحبسوهم اللي كيبغيو يسجلوا في السجل الاجتماعي، راه كيبقى كيتسنى بحاله بحال الاسوياء، وكيبقاو يقمعوا فيهم ويقول لهم تسنى بحالك بحال هذاك السيد، انت باش احسن منك هذاك السيد. هادشي كنرفضوه كنرفضوه باش نمشي للمستشفى ونلقى راسي مقموع مع السيكيريتي، نمشي للمستشفى ونلقى راسي كنشد في المواعيد وانا شخص خاصة تكون عندي الاولويه. اليوم كنتفاجئوا بان وزاره خرجت لنا 300 درهم، و 300 درهم علاش غادي تقدي لينا في ليكوش في الحليب؟ فاش غتقدي لنا ليكوش؟ فاش غتقدي لنا 300 درهم؟ واليوم مع هذه الشريحه اللي كلها مجموعه كطالب حقها، كنطلبوا من سيدنا والمسؤولين وخصوصا سيدنا الله ينصرو تكون بحد التفات من اجل هاد الدراري اللي هما يا معاقين. كنت كنلتمس منه تكون واحد الاعانه اللي هي تهز الشخص المعاق على الاقل ماشي 300 درهم، على الاقل تكون 1500 درهم على الاقل، لان هاد 300 درهم حنا ما قابليناش ورافضينها رفض تاما بتاتا، ما قابليناش. وهاد الشريحه كامله اللي كتشوفها مجموعه هنا ما قابليناش. كاينين اليوم هنا لسببين، السبب الاول اللي هو يوم العالم للاشخاص بوضعيه اعاقه اللي محتفلين به العالم من المغرب، مع الاسف ما محتفلاش به نهائيا. السبب الثاني هو حنايا جينا رافضين 300 درهم اللي باغي اللي يعطونا داخل السجل الاجتماعي. واش 300 درهم غتعطى ليا؟ واش غنشري دواء ليكوش اش؟ كما خرجتي السجل الاجتماعي شوف من حالنا، لعنا بزاف وحنا مقبلين على كأس العالم. واش نخرجوا نديروا تظاهرة في كأس العالم ولا نخرجوا نطالبوا؟ حنا ما بغيناش نشوهوا بلادنا، بغينا حقنا.